تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد فشمل برعايته الكريمة افتتاح قاعة نادي ضباط قوة دفاع البحرين في إطار احتفالات قوة الدفاع بالذكرى 49 على تأسيسها. ولدى وصول سموه يرافقه نجله سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة، كان في الاستقبال معالي المشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وسعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الإركان، وعدد من كبار الضيوف وضباط قوة الدفاع. ثم تفضل صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد بجولة في قاعة نادي الضباط إذانا بافتتاحها، وطلع خلالها على مرافقها من القاعات الفرعية وتجهيزاتها وإمكانياتها لاستقبال مختلف المناسبات والاجتماعات للقيام بدورها الثقافي والمعرفي والترفيهي. وهنأ سموه منتسبي قوة الدفاع بافتتاح القاعة الجديدة بنادي ضباط قوة الدفاع لتضاف إلى الخدمات المتعددة التي يقدمها النادي وتعزيز بنية الخدمات الإدارية لمنتسبي قوة الدفاع، شاكرا سموه ومقدرا كل من ساهم في إنجاز هذا المشروع، سائلا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الوطنية المجيدة ووطننا ينعم بمزيد من النمو والتطور والازدهار، متمنيا سموه للجميع كل التوفيق والنجاح. وأكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد على أن القوى البشرية هي الأساس في استراتيجية التحديث والتطوير التي تشهدها قوة دفاع البحرين، والتي تحظى بالرعاية والاهتمام والتقدير من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، منوها سموه بالتطور النوعي والكمي الكبير الذي شهدته قوة الدفاع منذ الضوء الأول لانطلاقتها وفقا لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه وقيادته الحكيمة، والذي انعكس بالمستويات المتميزة التي ظهر بها منتسبو قوة دفاع البحرين خلال مشاركاتهم الخارجية مع القوات الشقيقة والصديقة في مواجهة التحديات المتجددة للمنطقة دفاعا عن الحق وسيادة القانون وتحقيقا للسلام.